لا 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 البنات، هذه الوصفة عجيبة وأنا متأكدة ما عمركم جربتوا حالها، كتعطي واحد النتيجة خطيرة في التبييض. في دقيقة واحدة غتنسوا عليا الإصفرار ديال الأسنان، مهما كانوا الأسنان ديالكم صفرين مصدين، فيهم الكالكير، فيهم ذاك الجير ملتصق، فرمشة عين. كتعطي هذه الوصفة واحد التبييض اللي صراحة أنا صدمتني النتيجة مني من أول استعمال بان ليا الفرق. هذه الوصفة أنا متأكدة أنكم غادي تجربوها وغادي تشكروني عليها في التعليقات. بالنسبة لهذه الوصفة المكونات ديالها ساهلين، غير ما المطبخ ديالكم غتحضروها وغير لما بغيتوش تجربوها، ساهلة وفعلا تتعطي نتيجة يعني مضمونة 100% في تبييض الأسنان. ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات وطريقة التحضير، ولكن ما تنسونيش بواحد اللايك عفاكم، شجعوني باللايك ديالكم. لكنتو جداد ما تنسوش تنضموا للقناة، نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. خليو لي شي تعليق زوين او لا كومونتير هكا باش تحفزوني وتشجعوني انا نواصل معاكم ان شاء الله. وغادي نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. عندنا اول مكون كيف ما كتشوفوا معايا هو الحليب الطري، يعني حليب الحليب السائل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه يعني اللي في البنات اللي في مصر يعني كيقولوا اللبن، حنا كنقولوا الحليب. المهم غادي ناخذوا واحد الكميه كيف ما غادي تشوفوا معايا ديال الحليب، هذا الشكل. هذا انا غنستعمل تقريبا واحد ملعقه كبيره ونص ديال الحليب بهذه الطريقه هذه. فالوصفه سهله، يعني سهله، اي واحد اي وحده ممكن تحضر هذه الوصفه. مكونات ديالها بساطين ولكن النتيجه ديالها زوينه بزاف. عندي ثاني مكون هو المعجون ديال الاسنان، ممكن تستعملوا اي نوعيه عندكم، ماشي بالضروره هذا المعجون ديال الاسنان اللي عندي انا، اي معجون اسنان، غير يكون معجون اسنان مبيض ويكون فيه الفليور يكون مزيان. غادي نستعملوا هذه الكميه هانتوما كي كتشوفوا معايا، يعني اقل من ملعقه صغيره، يعني ملعقه صغيره ما عامراش، وغادي نخلطوه واحد شويه هذا الشكل هذا، غير شويه يعني كنخلطوا واحد شويه. بالنسبه لهذه الوصفه جربتها البنات صراحه زوينه بزاف، واللي احسن يعني احسن فيها هو انها يعني كيبان لك الفرق من الاستعمال الاول. تتحكي بها السنات ديالك تتبان لك النتيجه، يعني النتيجه كتبان لك زوينه، ما كضطريش انك تعاوديها وتعاودي تعاوديها باش هكا يبان لك الفرق، لا، من اول استعمال تيبان لك الفرق وكيبانوا لك السنان ديالك تنقاو مزيان. بعد ما تنخلطوا دوك المكونات مزيان غادي نزيدوا هنايا عصير الليمون او الحامض اللي هو مكون مبيض بزاف للاسنان، غني بالاسيد سيتريك اللي تعطينا يعني التبييض. غادي نديروا منه غير شويه، هانتوما كي كتشوفوا معايا معلقه صغيره. اللي ما بغاش دير معجون الاسنان، اللي ما بغاش دير عفوا الحامض او الليمون ما ديروش، صافي. وغنخلطوا الوصفه ديالنا حتى تولي لينا على شكل كريم، يعني دوك المكونات يندمجوا لينا مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنخلطوه مزيان حتى يولي لنا الخليط بهذا الشكل، يعني يندمجوا لينا دوك المكونات مزيان، كتولي لنا الوصفه بهذا الشكل هذا. صافي من بعد غندوزو تشوفوا معايا المكونات الاخرى اللي غنضيفو في الوصفه، وخليكم معايا حتى اخر الفيديو لان مهم انكم تعرفوا يعني كل الخطوات، يعني مرحله بمرحله، وتعرفوا كيفاش غتستعملوا الوصفه. فطريقه الاستعمال مهمه بزاف، وكيفاش يعني تحضروا الوصفه حتى هي مهمه، لهذا كنقول لكم بقاو معايا البنات حتى اخر الفيديو. غادي نحتاجوا الخميره ديال الحلويات او البيكنج باودر، ما غاديش نديروها كامله البنات، ما غنديروهاش كامله، يعني غنديرو منها واحد شويه. انتم كي غتشوفوا معايا بالنسبه لخميره الحلويات كتبيض، كتعطي تبيض للاسنان، يعني شي حاجه اللي مجرباها انا ومن شحال هذه وانا كنستعملها في هذه الوصفه، وايضا في وصفات اخرى الاسنان زوينه بزاف. صافي غنخلطوها مزيان كما كتشوفوا معايا حتى يتضاعف ليها الحجم ديالها يعني مع الخليط،
حنا كنخلطو ودوك المكونات يعني كيتفاعلوا مع بعضياتهم. البنات اللي بغات شي وصفة هبطوا عندي التعليقات، خليوها ليا ولا يعني خليوها ليا، خليو ليا يعني الوصفة اللي بغيتو، ان شاء الله نشارك معكم الوصفات اللي نتوما يعني كتبغيو. صافي، من بعد ما خلطنا الوصفة مزيان شوفوا كيفاش كيولي الخليط، كيولي بحال هكا، كيبدا يتضاعف ليه الحجم ديالو. من بعد غادي نحتاجو النشا، نشا الذرة، بالنسبة للنشا غادي نحتاجو منه واحد الكمية، حتى هو مزيان يعني في هاد الوصفة هادي، حتى هو راه كيعطينا التبيض. هاد المكونات كلها مكونات كيف ما شفتو معايا، مكونات يعني مزيانه يعني كنستعملوها. صافي، غنخلطوا الوصفه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، انا استعملت شويه ديال النشا وغنخلطوها مزيان حتى يولي لنا الخليط يعني مندمج مزيان. ضروري تخلطوا الوصفه مزيان هكا باش المكونات كلهم يتخلطوا لكم مزيان. صافي، كنخلطوا هكا كما كتشوفوا معايا. صافي، دابا الوصفه هي ولات واجده. بالنسبه لكيفيه الاستعمال ديال هذه الوصفه، كتاخذوا الفرشات ديال الاسنان ديالكم وكتحكوا السنان ديالكم بواحد الحركات، مهم حاولوا انكم توصلوا الشيته للسنان ديالكم كاملين والضريسات، يعني ما تنساوش شي بلاصه، لان هذه الوصفه يعني كتبيض بزاف، وملي تبداو تتحكوا السنان ديالكم ضروري يعني تبقى يعني واحد 5 دقائق هكا وانتم كتحكوا عاد باش تشلوا الفم ديالكم، باش هذه الوصفه يعني تعطيكم نتيجه، ما ديروهاش يعني سير بلاص وتحكوا دغيا دغيا وتشلوا الفم ديالكم، خاصه ضروري تبقى واحد شويه هكا باش تعطي نتيجه، يعني ديروها في سنانكم يعني تحكوا بها السنان ديالكم واحد المده ديال 5 دقائق هكا. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وبالنسبه يعني شحال من مره في السيمانه، غديروها 3 مرات في الاسبوع، وهكا غادي تخلصوا من الاسفرار، من الجير، من داك الصداع اللي كيكون في الجناب ديال السنان، يعني من اي حاجه، حتى حاجه ما غتبقى لكم في السنان ديالكم. وصفه مجربه 100%، وصفه مضمونه يعني كتعطي نتائج فعاله من اول استعمال. قلت غادي نشارك معكم اليوم هذه الوصفه بما انها زوينه وكتعطي نتائج يعني سريعه في التبييض. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. في أمان الله، مع السلامة.